إلى بالفعل كتطلب الآن انطلاقة رسمية ديال السباق الثاني جائزة حديدي مور ومورات عربية أصيلة 3 سنوات مسافة ديال 1700 متر انطلاقة جيدة كذلك من جهة الحاجز رقم جوج أسرع أم الربيع وقبر بإم هشام نكجلي كياخذ منذ البداية المبادرة كينطلق بسرعة كبيرة جدا في اتجاه المقدمة ديال السباق رقم جوج أسرع أم الربيع رفقة قاسم فضول في الصف الثاني من الجهة الخارجية هنا كحيل بوسكورة زوي سعيد مديحي كذلك في المنافسة بينما كل من إكليبس رقم واحد ورحمة 113 رقم خمسة في تأخر إذا قبر بإم كياخذ المبادرة في هذا الأثناء رقم أربعة كذلك السعودي رقم جوج أسرع عمر ربيع رفقة قاسم فضول في الصف الثالث كنشوفوا سعيد مديحي وكذلك خروج رقم ثلاثة فاروق واحد رفقة ركيب زهير مديحي لحد الآن رقم أربعة كبر بإم رفقة هشام الكشل في مقدمة السباق. إذا بالفعل دائما رقم أربعة كبار بي إم هشام الكشل في الصف الأول من جهة الحاجز كذلك الصعود من جانب رقم ثلاثة فاروق واحد رفقة زهير مديحي اللي كيحاول كذلك يمشي للصفوف الأولى رقم جوج أسرع أم ربيع قاسم في الطول الآن اللي كيحاول أنه يتجاوز منافس ديالو اللي هو رقم أربعة كبار بي إم هشام الكشل اللي دائما من جهة الحاجز كيحاول يصعد ويرفع من الإيقاع ديال السباق من جهة الحاجز كنشوفوا الصعود ديال رقم ستة كحيل بوسكورة سعيد مديحي اللي كيحاول يفاجئ كذلك الخصوم ديالو إذا دائما رقم أربعة كبار بي إم هشام الكشل في الصف الأول رقم جوج في الصف الثاني رقم خمسة اللي هو رحمة الطاس تميت الكان في الصف الثالث الآن مازال تقدم دي رقم أربعة قبر بأيام هشام الكجل اللي كسافد بمقدمة السباق رقم جوج أسرع أمر ربيع رفقة قاسم فضول في المطاردة وهناك ذلك الصعود القوي من جانب رحمة 113 رقم خمسة رفقة تامي زرقان في المنافسة كينطلق من الجهة الخارجية رفقة عفوا عزيز جبفي إذا رقم أربعة قبار بي إم رفقة هشام الكجل في انطلاقة مميزة لحد الآن أسرع أمر ربيع قاسم فضولي كينطلق بقوة الآن كنشوفوا رقم أربعة ربما يتخلى على الصف الأول قاسم فضولي كينطلق الآن رقم جوج أسرع أمر ربيع قاسم فضولي كينطلق الآن في الصف الأول هنا كذلك كل من رقم خمسة رحمة 113 عزيز جبفي كذلك في محاولة للمنافسة الصعود كذلك رقم واحد إكليبس رفقة أحمد الكجل أمطار خير مدى السباق أنا كنشوفوا قبار بي إم رقم أربعة في محاولة للفوز مدى السباق كذلك إلتون عفوا فاروق واحد رفقة زهير مديحي كينطلق كذلك من الجهة الوسطى أسرع أمر ربيع قاسم فضولي اللي كيحاول يلحق بالصفوف الأول أنا كنشوفوا رقم ثلاثة فاروق واحد كينطلق ربما الفوز بهذا السباق رقم ثلاثة فاروق واحد رقم ثلاثة رقم واحد رقم جوج ثلاثي المقدمة إذا في النهاية رقم ثلاثة فاروق واحد زهير مديحي اللي كيفوز بهذا السباق وكيحقق بهذا الانتصار الرابع عفوا الانتصار الخامس هذا الموسم من أصل 17 مشاركة رقم ثلاثة رقم واحد ورقم جوج ثلاثي المقدمة في انتظار تأكيد هذا النتائج بعد قليل.